Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as-salatu as-salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Ahibbati al-kiram, akramani Allah jalla wa ala bi ziyarati al-masjid al-mubarak fi Croydon, masjid al-Hidaya. Hadha al-masjid, mashallah. عدة أي مرات زرته والحمد لله سبحانه وتعالى وجدت هذا المسجد ما شاء الله يقوم بعمل عظيم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واحتضان الجالية المسلمة في بريطانيا في لندن ما شاء الله في جنوب لندن ما شاء الله له مختلف الجنسيات من مختلف العرقيات والبلدان بحمد الله سبحانه وتعالى الإخوة يقومون بالدعوة وتعليم القرآن وتعليم الدين وسواء للذكور وللإناث وللصغار والكبار في مختلف الفئات العمرية. هذا المسجد يعتبر حقيقة أحد أعمدة هذه الحي وهذا المكان في جنوب لندن في كرويدن، وبحمد الله سبحانه وتعالى الناس تقبل يوميا ودائما على هذا المسجد سواء في أمورهم الدنيوية أو أمورهم الاجتماعية يلجؤون المسجد وبحمد الله يجدون ما إن شاء الله سبحانه وتعالى ما ينشدونه من الخير والدعوة والدين والعلم الصحيح بحمد الله سبحانه وتعالى. لذلك حقيقة دعم هذا المسجد هو دعم للدعوة والإسلام والمسلمين وإقامة لشرع الله سبحانه وتعالى في من خلال المجتمع المسلم والأمة المسلمة الموجودة في بريطانيا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله. Allahu, Allahu, Allahu.